السلام عليكم، اسمي كان أريزا ببرجو، وحيد وحيد 9، وحيد 3 6 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Anik Syazwan bin Abdul Syukur. Wahid Wahid Tis'a. Wahid Arba'ah. Isnani wa Sab'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Irfan Azim bin Jamil. Wahid Wahid Tis'a. Wahid Salasa. Khamsah Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nur Amirah Hanani binti Syafuddin. Wahid Wahid Tis'a. Isnani Sita. Wahid Wasab'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nalila Hayati binti Matawid. Wahid Wahid Tis'a Isnani Salasa Sabu'ah Khamsa. Okay, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Khair. Awalan, qabla al-shay, nabda'ul munakasha. Ma'a bidayah kitab al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ashkurukum ala tufadilukum bilhudur fi hazihil munakashah. Hayya nabda' al-munakashah. فموضوع المناقشة اليوم هو أثار الأعمال أثناء الدراسة. ماذا تعتقد عن أثار الأعمال أثناء الدراسة؟ ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في رأيي أثار العمل أثناء الدراسة هي تنمية مهارات التواصل. أولا، تسهيل الطلاب حصل العمل بعد انتهت الدراسة. في هذه القضية كثير من التصنيف لحصلة العمل لأنه قليل من التواصل. بعد فترة التواصل مطلوب في مقابلة العمل، ثم الخبرة التواصل، الخبرة التواصل الاجتماعي يستطيع بتنمية مهارة التواصل بين الطلاب. وأخيرا، التواصل يستطيع ليكون الطلاب تأكيد في تواصل للمجتمع. أنا موافق بهذا الرأي، ولكن أعمال أثناء الدراسة له أيضا تأثير سلبي على الطلاب، مثلا تأجيل الواجبات الدراسية، إنما يكون مشغول في أعماله. وذلك لأن أعمال أثناء الدراسة ستجعل الطلاب مطبعين، سوف يتعب الطلاب بعد العمل في الوقت ما بعد جلسة المدرسة، وخاصة للطلاب الذين يعملون حتى وقت متأخر من الليل. على سبيل المثال، سيعمل الطلاب الذين يعملون في ملاحة في محل السوبر ماركت، محل سوبر ماركت أو مركز التسوق في الوقت المتأخر من الليل. سيتم تجاهل الجميع المهام التي قدمها معلمهم لأنهم متعبون للغاية ولا غير قادر على تحضيرها.
أحسنتي يا حناني، اتفع مع رأيك، لكن في رأيي العمل أثناء الدراسة تأثير إيجابي، والحصول على الخبرة يمكن للطلاب الذين يعملون أثناء الدراسة الحصول على خبرة عالم العمل والقدرة على تطبيق الأشياء المكتسبة في الجامعة. بالإضافة ذلك يمكن أن يساعد العمل أثناء الدراسة الطلاب على معرفة القليل عن عالم العمل الذي سيتم المواجهة، على الرغم من أن عملي لا يرتبط بالدورات التي تم تعلمها، ولكن المهارة الناعمة التي تم تعلمها مثل مهارة الاتصال والتكيف الذاتي ستتيح لنا التقديم في حياتنا المهنية، وبالتالي يمكن للعمل أثناء التعلم أن يعزز التجربة للاستخدام المستقبلي. نعم، أنا موافق بهذا الرأي عن الحصول على الخبرة، ولكن تأجيل الواجب الدراسة تطبيق أيضا، لأن الطلاب لا يسوا جيدا في إدارة وقتهم أو عدم التخطيط لأنشطتهم يومية. شكرا لك هناني. في رأيي هناك تأثير من زوايا سلبية تفتقر إلى التركيز أثناء الدراسة. هذا لأن الطلاب يشعرون بالتعب الشديد والخمول طوال يوم العمل ليلا ونهارا، يبحثون عن دخل إضافي، بعد ذلك سيفقدون التركيز في الفصل ويجعلونهم أقل نشاطا لمطابعة التعلم، وسوف يناموا أثناء وقت التعلم. كما تم توفير مشكلة أيضا لأي من الموظفين والطلاب لفهم الطلاب ليكون تفهمين وفهمنا لتركيز في الدراسة. هذا العمل سوف يجعلهم يفشلون في الدراسة. في الخلاصة، قد يكون طلب التعلم الاجتماعي دقيقنا للمرض في الدراسة ليس خطأنا دائما في تحقيق دخل إضافي أثناء الدراسة، ولكن يجب أن نكون جيدين في تقسيم الوقت. ما رأيك نغلدة؟ هل تتفق معي؟ شكرا. أنا موافق بإرفان، ولكن في رأيي فإن الطالب تأثير العمل أثناء الدراسة هو اكتساب مهارة الإدارة المالية مع توفير التمويل. يمكن للطلاب تعليم إدارة الأمور المالية بشكل صحيح ويستقر في الانقسام للتعليم الخضروات والإدخار. بهذه المهارة يكون الطلاب أذكياء أيضا في الإدخار، حتى يمكن استخدام الأموال في حالة الضروري. على سبيل المثال، يتم استخدام الراتب الخاص بالطلاب للضروريات، ويتم الاحتفاظ الباقي في البنك كالحياتي حالة الضروري المستقبلية.
أيوة. من الهلال ملاحظة ملاحظاني هناك العديد من الأثار الإيجابية في المناقشة هنا. هل توافق على أن عمل أثناء الدراسة له تأثير إيجابي؟ نعم. طيب. الحمد لله لقد وصلنا إلى نهاية المناقشة وأدفقنا على أن عمل الأثر الدراسة تأثير إيجابي على الطلاب. شكرا جزيلا لتعاونكم. شكرا. شكرا. السلام. مع السلامة. لليك. Got the cool.